وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سيدنا زكريا صاحب هذا المقام، وسيدنا وابنه سيدنا يحيى. هذا المكان يا أخي لا يخلو من أثر نبوي شريف، هكذا قال المؤرخون. فيه عضو، فيه صندوق مرمر عثر عليه منذ أكثر من 700 عام. في هذا الصندوق المرمر عضو من أعضاء نبي الله زكريا. هنا في هذه الطاولة كان يوجد جزء من الدرس الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، وثلاث شعرات للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر كيف عاثت فيه يد الفساد الذين لا يقيمون لأي شيء ثمن ولا أي شيء يعزه المسلمون. انظر يا أخي انظر. هذا كل مصحف شيخنا. قضاء الموحد ليش ما يصور لنا شيخنا؟ تفضل ابو خير. نفس المجاهدين هاي شيخنا. هاي استخدموها نياشين خنازير الأسد. بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله سيعاد تنظيف المكان بإذن الله كله ويرجع كما كان. هون في صندوق مرمر جوا في عضو من أعضاء صندوق الأثر النبوي الشريف، شعرتان وجزء من درس الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نعم. السلام عليك يا نبي الله زكريا ورحمة الله وبركاته. مصحف ضل حد جوان. شوف هذا كان بلور هنا كسروه، كان في بلور جوا كسروه. هذا هو شايف. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كسر قوم شعرني أقول صار الذهب مثلا؟ لا صار الذهب والوقفيات كل شيء كان هون تبرعات جبتوها الناس ما عدا المسجد. هذول